خلونا مشاهدينا نرحب بضيفنا في الاستوديو الاستاذ انس نواف احمد اختصاصي نفسي وتربوي. حياك الله استاذ انس. حياكم الله يا سيدي، اهلا وسهلا بكم. يا مرحبا فيك. يا مرحبا. وايضا نرحب بضيفنا عبر الزوم الاستاذ يحيى فؤاد استشاري تربيه اسريه. حياك الله استاذ. اهلا وسهلا استاذ شهاب، واهلا وسهلا استاذ عبير. يا مرحبا بك استاذ يحيى. خلونا نبدا استاذ يحيى مع الاستاذ انس. استاذ انس، يعني استيعاب هذه الفروق خلينا نقول الفرديه بين الابناء تسبب اكيد خلينا نقول حل لمشكله الغيره، لكن لو بنتكلم عن الغيره كمفهوم بين الاخ والاخ الاخر، هل هو مرتبط بعمر؟ هل هو مرتبط خلينا نقول تفضيل الاهل لتعاملهم؟ او كيف تشوفه من وجهه نظرك كمختص؟ طيب، بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مره ثانيه، اسعد الله مساكم جميعا. يا مرحبا. انا بحب بصراحه في هذه الموضوعات اعمل دائما توطئه وابدا فيها من المفهوم حتى لا يشكل علينا مساله الغيره. الغيرة من حيث اللغة قالوا مأخوذة من مصدر قولك غار الرجل على أهله والمرأة على بعلها، تغار غيرة وغيارا وغارا، كل أنواع الغيرة. أي نعم. كويس. هل هي من أغار، يعني من أن الواحد يهاجم؟ لها أكثر من معنى، لها أكثر من معنى. الأصفهاني على سبيل المثال يقول في الغيرة، يقول هي ثوران الغضب، ثوران الغضب على ماذا؟ قال حماية على أكرم ما يحب. ثوران الغضب حماية على أكرم ما يحب. على أكرم ما يحب. حلو التعريف. أو قيل في بعض الكتب على أكرم الحرم. جميل. أثمن شيء عنده. طبعا هي غالبا الآن يعني ما يرجى معناها في النساء. الأرض والعرض على قول. إيه طبعا. طيب لو اختصرنا أيضا المعنى بشكل آخر. وانا هذه طبعا دائما هذه طبيعتي في مثل هذه الموضوعات، يعني لا احب التكرار، اتي بشيء جديد. المعنى الاخر على سبيل المثال للغيره قالوا بانها كراهيه الشريك في ان يشاركه غيره فيما يحب. نعطي معنى اخر برضو مشان نفصل الموضوع اكثر. ابن القيم له اقوال جميله جدا في الغيره. فيقول الغيره من حيث كونها غيره للمحبوب وعليه. طيب له كيف؟ قالوا الحمية له والدفاع عنه. تفزع له يعني. طبعا تفزع له. كويس. طيب وعليه؟ قال هم بدون قسم لقسمين. قسم نقول عنه أنه الغيرة المحب. حلو. في أن يشاركه غيره فيما يحب، يعني بالمحبوب. والقسم الآخر قال غيرة المحبوب على محبه، أي يحب معه غيره، أن يشرك غيره معه غيره في المحبة. لكن تتخيل. نعم. هذه المعاني الآن الجميلة التفصيلية للغيرة لا بد توصلنا إلى قسم آخر، وهي هل هذه الغيرة مذمومة أم محمودة أو محمودة ولا محمودة. طيب مشان نفصل هذا الأمر بدنا نقول إنه ما في شيء له وجه واحد. نعم أستاذ أنس، يعني نحن أشكرك على توضيح موضوع الغيرة، وإحنا بنعرف تكملة الجواب، لكن خلنا نأخذ رأي الأستاذ يحيى فؤاد. يا أهلا ومرحبا بك أستاذ يحيى. خلنا نتكلم عن موضوع فكرة تكوين الأسرة، يعني أكيد هذه الفكرة تكون قائمة على التعايش المجتمعي والمسؤولية، بالتالي كيف تنعكس على الأبوين في زرع حب التعايش بين أبنائهم؟ مساء الخير عليكم، مساء الخير على اهل الامارات. الحقيقه انا مبسوط ان انا معاكم النهارده. ونحن ولو هبدا كلامي هنبتدي ان الوضع اللي احنا فيه في الحياه النهارده، احنا محتاجين دايما نعمل تليفوناتنا بنعمل لها ابديت. صح. فلو الاب والام ما ابتدوش يعملوا ابديت لحياتهم وحياه ولادهم، احنا خسرانين. عشان نقدر نواكب الاحداث اللي احنا فيها النهارده بالتطور. صح. بالتكنولوجيا. صح. احنا ما تربيناش على يعني بالظبط كده. صح. فاحنا التجدد، وفي نفس الوقت احنا محتاجين النهارده نبقى واخدين بالنا كويس قوي ان احنا كأب وام محتاجين ان احنا ايه الحديث، ايه الجديد النهارده. انا رحت اتعلمت اكون اب، وهي دي النهارده دور الحقيقي للاباء، ان هم يزودوا المعلومات. يعني لو احنا تربينا أو إحنا. نعم. خدنا أو تعاملنا مع أولادنا مع التربية اللي إحنا خدناها، هي لا تصلح للزمن اللي إحنا عايشين فيه. إحنا النهاردة وضع مختلف تماماً عن الوضع اللي إحنا تربينا عليه. صح. فالحقيقة النهاردة عشان نقدر نعمل ده، إحنا محتاجين نقرب شوية من أولادنا. ودايماً بقولها في كل حديث، الأب مش إي تي إم، الأب مش فلوس بس. صحيح. الأب احتواء، حب، سنة. تعاطف. الأب
سند، الأب حماية. لو ابني كأب أنا النهاردة ما اديتلوش احتياجاته، أنا آسف في اللفظ، لما يكبر هيطلع يشحت الاحتياجات دي من الناس اللي بقى، هيطلع يشحت الاحتياجات دي من العلاقات. فالنهاردة الابن أو الابنة، النهاردة احنا محتاجين نركز جدا مع أولادنا، مش نركز ان احنا نراقبهم، نركز ان احنا نعمل ابديت لدماغنا، نعمل ابديت لمعلوماتنا، نعمل ابديت لللايف ستايل بتاعنا عشان نقدر نواكب العصر. لو انا هتكلم باللي انا تربيت عليه، انا مش هينفع اتعامل مع اولادي النهارده بالمبدا ده. صحيح، وهو ده اللي المفروض النهارده الاب والام، لو احنا عايزين بيت سعيد يبقى فيه لازم يكون فيه توازن اسري بين الاب وتوازن واب وام تيم ورك. اب وام بيعملوا مع بعض تيم ورك عشان نقدر بالظبط يبقى عمل جماعي. نقدر هقول لك حاجه، القناه اللي حضرتك فيها نجحت بالتيم ورك. مفيش حد ينفع يبقى كل الادوار، مفيش حد يبقى المذيع والمخرج والمعد مفيش واحد يعمل اكيد اكيد لازم العمل الجماعي. اكيد نقسم الادوار فعلا، يعني نفس ما ذكرت استاذ يحيى، التوازن والعمل الجماعي. هذا يقودنا للسؤال اللي بساله للاستاذ انس. استاذ، احيانا ما يكون في توازن ولا عمل جماعي في الاسره، بمعنى ان الاسره تكون كلها مكونه يا اما من انوث ناس يا اما من ذكور. بالتالي هذا ما يخلي فيه خلينا نقول توازن بين ان في رجال ونساء في الاسره، فهل هذا الشيء ما يولد الغيره لو ان كلهم مثلا رجال او كلهم بنات؟ الابناء اتكلم يعني. اولاد وبنات. اولاد وبنات. طيب احنا اذا جاوبنا بصوره علميه نفسيه اختصاصيه، نقول بان الجنس لا يتحكم لا في مساله الغيره، لا في زيادتها ولا في نقصانها ولا حتى في ايجادها. الغيره سلوك، سلوك استحداثي بسموه، او سلوك استثاري نحو ما يهدد، ما يهدد او يشكل تهديد بالنسبه لهذا الذي يغير تجاه ما يحب، سواء كانت بنت او سواء كان ولد. بس هل تخف اذا مثلا اخ واخت، او اخ واخ، او اخت واخ؟ هل يفرق ولا ما تفرق؟ يعني ما لها علاقه مساله الجنس في هذه المساله. اختلاف الجنسين، يعني احنا الان على سبيل المثال لو فرضنا مثالا بسيطا، عندنا ولد وعندنا بنت، سواء كانت هذه البنت الاولى او الثانيه، مساله الغيره متى تنشا عند فقدان التوازن، مثل ما تفضل الاستاذ، وانا طبعا دائما بسميها توازن القوى في البيت، او توازن القوى الضابطه في البيت. متى ما وجدت لن يكون هناك غيره، ومتى ما غابت ستكون هناك غيره، سواء كانوا ولدين او بنتين او ولد وبنت، ما تفرق. لان في بعض اولياء الامور، مثلا خلينا نقول ان في ولد واحد وخمس بنات، الاهتمام يكون كله على هذا الولد، فاكيد الغيره بتكون، يعني البنات بيحسون بالفرق. طيب، فرق التعامل، لان ياسين يعاملون الولد معامله غير والبنات معامله غير، فاكيد بيكون في، يعني تنشا نوع من انواع الغيره، لان في فرق بين التعامل. يعني هذا الامر، وان كان احيانا في بعض الاحيان، يعني وهذا من وجهه نظري المتواضعه، بانه قد نبالغ بصراحه في تحليله، لكن احنا في ثقافتنا العربيه غالبا ما نولي الاناث شفقه غير عن الذكور، سبحان الله، في تعاملنا. لكن إذا بده يغيب هذا المفهوم عن الأسرة، تعقيبا لما تفضل به الأستاذ، في غياب ثلاث وإيجاد ثلاث. ثلاث نقاط. نعم، فقط ثلاث. ثلاث طرق. أنا ممكن وأنا أنهي كل موضوع هذا الغيرة في ثلاث نقاط أساسية. أولا أن أعرف سبب هذه الغيرة. سبب الغيرة بين الأخوة أولها انعدام المساواة. شوف، ما قلنا عدل، قلنا مساواة. ليش؟ لأنه أعطيات. قال ساووا بين أبنائكم في العطية. شيك. المسألة الثانية وجود المقارنات. والمسألة الثالثة التمييز. طيب معنى ذلك كيف نعالج الموقف؟ لا ساوي، لا تميز وساوي بينهم. أيوة نعم. ولا تميز ولا تقارنهم بغيرهم. جميل. إذن الأستاذ أنس، خلني أخذ منك أنا السؤال اللي هو المقارنة. نعم. وأروح للأستاذ يحيى. نفس ما ذكر الأستاذ أنس، المقارنة وكذلك أنك تولد هاي الحساسية بين العيال يكون لها أكيد جانب عكسي، لكن بعض الأهالي يلجأ إلى هذا المبدأ أستاذ يحيى عشان أنه يزرع خلنا نقول روح التحدي بين عياله، بحيث أنه يقارنه بأخوه الثاني. هل هذا سلوك صحيح، أو أنه بعد يفاقم المشكلة ويخلي الغيرة تنشأ وتزيد أكثر بين الأبناء؟ سؤال مهم جدا، وأنا بشكرك عليه يا شهاب، لأن فعلا دي من الحاجات اللي احنا تربينا عليها.
ان دايما الاب او الام دايما عندهم معيار، يعني في احنا ما تعبناش النهارده، احنا محتاجين نتعب لاكتشاف ولادنا. صحيح، احنا محتاجين نتعب لاكتشافهم. ليه؟ لان انا ممكن يكون عندي حد منهم بيحب المذاكره وحد تاني لا، مش لازم يطلع كوبي بيس او نسخه تبقى الاصل من اخوه، لان انت حضرتك هو 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 انفراد، هو منفرد بكل حواسه. صحيح. منفرد بكل طباعه، منفرد بكل امكانياته. ده حماده وده حماده. هو بص برافو عليك، انا دايما دايما بقولها يا شباب، ايه دايما بقولها، احنا محتاجين نتعب في اكتشاف ولادنا. اتعلم ان انت تكتشف الشخص اللي معاك، ما تقارنوش بحد ناجح لان هو هيتعب. انت كده ما بتنجحوش، انت كده بتحبطه، لان ده مش تحفيز. وخصوصا انت بتحفزه بمين؟ انت بتقارنه بمين؟ أخوه. باخ. يعني انت قاعد طول الوقت انت بتسبب او بتولد جواه غيظ وغل وغضب منه. هو ما بيعرفش يقول غل، هو ما بيعرفش يقول غضب، بس ده بينشا جواه. هو انت ليه احسن مني؟ هو انت ليه بتتقارن بيا؟ هو مش عارف يقول. يتحول لكراهيه وعداوه في المستقبل؟ طبعا طبعا. عايز اقول لك حاجه مهمه قوي يا شهاب، سؤالك ده جميل، لان هقول لك حاجه، احنا ما عندناش الجرأه ان احنا نتعلم نعبر عن مشاعرنا. يعني انا لو غيران منك، انا ما عنديش الجرأه ان انا اقول، ما تعلمناش ده، ان انا اقول انا غيران منك. عارف انا لو عندي الجرأه ان انا اقول لك انا غيران منك، احنا حلينا نص المشكله. عارف ليه؟ ليش؟ لان انت ابتديت تعبر عن مشاعرك. ودي مهمة جدا. مجرد التعبير يعتبر انجاز يعني، او خلنا نقول حل هذه المشكلة. صحيح. انت عارف، هديك مثال. عارف انت لما تكون حاجة في جسمك وجعاك فتعبر عنها، الحتة دي وجعاني، فتروح للدكتور، لو سنك وجعك فبتروح لدكتور الاسنان. طب قول لي بقى، لو انت بتقول انا تعبان، فاول حاجة بتقول لك هو انت ايه اللي تعبك؟ صحيح. نص العلاج ان انت تحدد ايه اللي تعبك. نص العلاج التشخيص. صحيح، برافو عليك. فالنهارده المقارنات بتولد غل وغضب وكراهيه بين الاخوات، ده مش حافز. ارجوك كل اب وام، ارجوك ما تقارنش بين الاخوات وبعض، لان انت بتولد جواهم غضب، بتولد جواهم هو انت ليه احسن مني، هو انت ليه متفوق عني. على فكره الاخ اللي بيتقارن ده ممكن يكون متفوق في حاجه انت مش عارف تكتشفها. صحيح، وهي دي المشكله، هي دي المشكله. على فكره لو كلنا دكاترة مش هنلاقي مهندسين. التنوع يعني صفة أصيلة في البشر. الله ينور عليك. مراعاة أكيد الفروق. الله ينور عليك. الفروق الفردية شيء وايد مهم. خلينا أكيد نرجع. ما يكون في مقارنات بعد بين الأخوة، ويكون في يعني عدل بينهم كلهم. فناخذ منك أستاذ أنس نصائح للأبناء اللي حتى أنها تخليهم تساعدهم على التعايش فيما بينهم، حتى لو صاروا كبار في العمر ما تفرقهم أي مشكلة، ما يفرقهم أي موضوع، ويعني يكونون أخوة، فيهم ترابط، فيهم حب. تمام تمام. إحنا الآن إذا بدي أوجه نصيحة للأخوة، أنا اعتبرت الآن الأخوة هم الفئة المتضررة. شيك، ولهم قوة ضابطة تضبطهم. فأنا سأوجه الرسالة الآن للآباء وللأخوة. جميل. وأقسم بصراحة هذه المسألة أيضا إلى ثلاث أقسام. يعني سأوجه هذه الرسالة إلى ثلاث فئات من الأسر يشاهدوننا الآن، ليسوا كلهم على سوية واحدة. بدي أركز بداية على المقبلين على الزواج والمتزوجون الجدد. نعم. طيب شو دخل هذا الأمر؟ هذا أساس الشيء اللي احنا قاعدين نتكلم عنه. المسألة هذه تراكمية، عشان لما يبدأ حياته خلاص يكون عارف كيف يتصرف. فأنا نصيحة بسيطة جدا، انزع من حياتك وحياتها خاصة في بداية الحياة الزوجية مفهوم انتفاخ الأنا والكرامة. جميل، شكرا جزيلا. الإيجو بس. إذا تحقق هذه العدالة، هذه التوازن ما بينكم، أنتم الآن على خير. معنى ذلك أنتم مؤهلين فيما بعد أصلا تنصحوا الأبناء أنه أنت تتعايش مع أخوك بطريقة جيدة أو غير جيد. اسمحوا لي بس بنقطة الثانية، وهي الأسر اللي عندهم أطفال دون سن 12 سنة. معك حل. ما في شيء اسمه فات. أنا ضد هذا يعني خلاص قلت لك وقت. أنا متى ما تشكلت الشخصية، فأنا لا أتفق مع هذا الرأي مطلقا. دائما في أمل. طبعا النفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنعوا. صح. عندك أولاد تحت سن 12 سنة
لو ما كنت تسوي ما بينهم من قبل يا ريت تبدا الان وتسوي ما بينهم. تقدر تغير من طبعك من هذه الحلقه. طيب انت الان في عندك الفئه الثالثه من الاسر عندهم ابناء اكثر من 12 سنه اللي هم المراهقين. هاي الفئه الاهم انا اشوفها صراحه. المراهقين الان فعلا. من الفعل من المعنى واللغه اداه العلم. قالوا راهق يعني قاربه، فهو قارب على الانتهاء من مرحله الطفوله يدخل مرحله الشباب وقارب الى الوصول الى مرحله النضج تمام. لكن لا وصل وصار شب ولا هو بعد لسه طفل في الدار. تمام. ما فاتك شيء، ما فاتك شيء. متى ينتهي الامر وبنقول ما في حل ابدا؟ عند فقد احدى الوالدين، هذا واحد، غياب التوازن المطلق في البيت. والمسألة الثانية عندما يصل هذا الأمر إلى أن أغير، يعني بمعنى أتعدى على أخي في مسألة الحقوق الواجب، واللي إحنا طبعاً نشوف أحياناً أمثلة منها في مسألة الميراث. صح. بالغيرة بكذا بوكل حقك فعلاً. أنا مشاكل وايد وصلت للمحاكم بين طبعاً. الأخوة بالفعل. وأكيد من شاءها هو الشيء اللي ذكرناه في البداية. عليه شكراً جزيلاً. الغيرة أكيد اللي هي غير محمودة في كثير من الأحيان، ولكن هاي النصيحة أتوقع أستاذ يعني إن شاء الله يأخذ بها بعين الاعتبار كل من يشاهدنا، ونحن أكيد نبدأ فيها نفس ما ذكرت، أبدأ فتبدأ ويرسخ المبدأ. الأستاذ نواف أحمد استشاري أسري، كل الشكر لك على تواجدك ويانا ومعانا كذلك عبر الزوم. نشكر الأستاذ يحيى فؤاد استشاري التربية الأسرية على هذه المداخلة. شكراً أستاذ. شكرا لك. يا مرحبا بك.